يعني تابعنا العديد من المباحثات التي تمت في هذه القمة على مدار يومين 17 و18 فبراير، وأعتقد يعني الدورة السادسة لهذه القمة لها أهمية خاصة مع مختلف القضايا التي تهم العالم ككله. بداية، أهمية هذه القمة وأهمية المشاركة من قبل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. أهمية القمة الحقيقة ترجع للعلاقات المتجذرة بين القارتين، القارة الأوروبية والقارة الأفريقية. وإن كانت في مرحلة من المراحل كانت علاقات شائكة، أوروبا كانت محتلة جزء رئيسي جدا من القارة الأفريقية وعانت من تسلط اقتصادي عليها، ويمكن ده اللي مخلي فيه حساسية كبرى خصوصا في دول جنوب الصحراء بينهم وبين القارة الأوروبية عموما. الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي اللي هو بيحاول يخرج من هذا الإطار إلى إطار أكثر شراكة ونفع بين القارتين، خصوصا إن القارة الأفريقية حاليا تعتبر هي الأمل للعالم. صحيح. والبؤرة بتاعت الاقتصاد الجديد يعني. يعني إذا كانت هناك احتياج من قبل الدول النامية أو القارة الإفريقية، فهناك أيضا تطلع من قبل الدول الأوروبية في التواجد في السوق الإفريقي. هنا بتكون الشراكة ما بين القارتين بشكل إيجابي. هذه هي بتعد الدورة السادسة أو القمة السادسة اللي بتتم ما بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. يعني خلينا نتكلم عن تمثيل مصر وأهميته أيضا في هذه القمة. الحقيقة مصر تعتبر ممثلة بصورة رئيسية جدا. من أهم الحاجات اللي مصر هي اللي عملت النظام ده سنة 2000، أول قمة بين الاتحادين، الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، تمت برعاية مصرية وفي القاهرة. تمام. وبعديها كان المفروض كل 3 سنوات يتم عقد لقاء دولي، حصل تأخير في أول انعقاد للقمة للمرة الثانية بقى في 2007، وبعد كده تكررت اللقاءات. بروكسل في بلجيكا أخذت اهتمام كبير برضو بالقمة الأفريقية الأوروبية، كان في 2014 كان في اجتماعات هامة. حاليا يرجع الأهمية الكبرى كمان للقاء بين القارتين، إن السنغال لسه متولية قريب الاتحاد الأفريقي عندنا في اتحادنا الأفريقي، وفرنسا بتتطلع لدور أبرز ليها في الدورة بتاعتها في رئاسة الاتحاد الأوروبي. مصر شريك استراتيجي للقارة الأوروبية من فترة طويلة جدا، تعتبر هي مفتاح القارة. اللي يعني مصر حاليا رئيسة مجموعة الكوميسا، وهي أقوى المجموعات داخل الاتحاد الأفريقي. مصر مهيمنة حاليا على اقتصاديات الكوميسا والعلاقات التبادل التجاري بينها. تتطلع مصر اللي هي تعلي معدلات الاستيراد، التصدير بتاعها آسف، ل 100 مليار دولار. عايزين نقلل الاستيراد خالص يعني. نقلل الاستيراد جدا ونشجع التصنيع المحلي ونعظم الصادرات ب 100 مليار دولار، منها توجه ل 30 مليار داخل القارة الأفريقية نفسها. مصر ابتدت تدرس دراسة حثيثة مين المنافسين بتوعها في القارة وازاي تقدر توصل ليهم مع شراكات للدول المتعددة.